إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد نكبل هذا إن آيات بقول أفرتني اللح وسورة الأعراف. قال الله تعالى إلهي بأوحر استأصرف عن آياتي آياتها يوحا كدوية الذين يتكبرون في الأرض كوا دولك إسكوينية بغير الحق قردرها إسلوينينية وإن يروا كل آية هذه أركان آيات كستأمى معجزة لا يؤمنوا بها مرميان وإن يروا سبيل الرشد هذه أركان وضد هنونك لا يتخذوه سبيلا وضع مران كما دكتان وإن يروا سبيل الغي هذه أركان وضد لغو أنبنيو يتخذوه سبيلا وضع مران بيكا دكتان ذلك تسوحي ولعذ بأنهم يجو كذبوا بآياتنا آياتها يجيب بينين وكانوا عنها غافلين وحنا نقدن كوا كسي كذا كرد عسن والذين كذبوا بآياتنا كوا آياتها يجديد واللقاء الآخرة يلا كلن كآخرة حبطت أعمالهم عمل ذو ذوي برين هل يجذون اللقوا أبالينا يو إلا ما كانوا يعملون عمل ذي سمين ينو بلقوا أبالينا يو واتخذ قوم موسى نبي موسى الذي سير بنو اسرائيل وحي سمايستان من بعده انت وطور سينا كتغي كذب من حليهم وحي ذهب كي يجوهرته هيستان وحي كسمايستان عجلا دبي جسدا جرأه له خوار عضن له دناهين ألم يروا ابو الهين ميان اركينين أنه بها الكائس سميستين لا يكلمهم إن آنوا لهدلين ولا يهديهم سبيلا شدن آنوا كهاجين اتخذوه هو سميستين ديبقا وكانوا ظالمين وحانا يهان كوا قردرا ولما سقط في أيديهم مركي قعمه ذا لقره ذي أي مرقودين ورأوا أي أركان أنهم قد ضلوا إن إيقوا أنبذين قالوا وحيدا ذين لئن لم يرحمنا ربنا هدانو إله يقول نون حريسانين ويغفر لنا نودن بدافن لنكورن وحن نقن دونا أو أن نقن من الخاسرين كوا قول درايستي. ولما رجع موسى إلى قومه مركو نبي موسى قال ذي سي أصار نغضي غضبان إسقو عريسا أسفا ومرقيسا وعرك مريا قال وحر بئس ما خلفتموني وحا كسمائي قغن نقطين باحو ماضي من بعد أنا قراشة أما انتيان مغناء أعجلتم مياك دكتين أمر ربكم أمر كي إلهين يا وحيكو كيني وألقى الألواح لوحانتي وستين واتوري وأخذ برأس أخيه ولالكي هارون أيو كدقي مدحة يجره إليه إساقو قلقل أيو حقي سوسو تشيدي قال هارون باوحوري ابن أمة إنه يو إن كان حقه يك ولا لها إنه إن القوم استضعفوني قلضان أدركيسا ويتمرد الرئيستين ويقحق بطير وكادوا يقتلونني وحيودوا ذنيني كوئي قصيان فلا تشمت بي أنيقا هايقو فرحين بوني قبصة شضا ذي قبصة الأعداء عدوه هايقو فرحين ولا تجعلني هايقو درين مع القوم الظالمين ضدك ظلمك السمايه يقدر إلا أنه ظلم مع السمايننا. قصة دي بين ولي كود أحترنا نبي موسى عليه السلام الله وحا وحسي أمر هدي خير بنو إسرائيل يا أمدها كهرية بكوة دقفة إن أنا انتفاع سنينين وآنا وآيينين وحيك إلهي مركا آياتها يغان كدوية دادك كبريبا إلهي سيلو كدوية
macnaheedu waxa weeye aayaadka inay ku jahaystaan oo ay qaabilaan oo ay ku dhaqmaan ay rumeeyaan taasaa dhinaca looga duwayaa waa cuquubo ku dhacday dhinacaasaa loo duwayaa ilaa qofna ilaahay diintu ku soo duwaa qofna wuu ka duwaa sababtu waxa weeye markay iyagu doorteen xumaanta ayuu ilaahayna cuquubo uga dhigay inay kasii durkaan سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق مر هدي كبراني هين دي كبراني قف كبريا حق قلبي يسمى قلو وحان وهين بو قف كان يسوها يستعيو كبر كلفتي ساب الله إلى هذا وحوي يسو نبي وكو تعريفي البطر عن الحق وغمط الناس قف كو كأفت هاق حقه دات كان يري رئيسته دينتي لا هي دات كبو يري رئيسانيا dareenkoodu waxa weeye inay wax alla wixii xumaanana xiiseeyaan wax alla wixii wanaagana nacaan waa qofka marka qalbigu madoobaado mucjisaadkana ma rumaynayaan wan yarow kulla aayati laa yuuminuu biha aayad kasta marka aayadaas waxay noqon kartaa alaayaat altakwiiniya aayadaha caalamka ka booqanaya walaayaat walaayaat tanziiliya aayaddii wixiga ahayd ee soo degtay iyo aayaddii mucjisada ahayd saddexda midna ma rumaynayaan waa waxyaabaha kibirka kibirka sababtiisa weyn wadada toosana diinta way ka baydhi wadada xuna xaaraanta way xiisayn sidaasaa ilaahay waxa uu ku sifeeyey qofka qaafilkaa wa kaanuu canhaa qaafiliin dadku waa dhaakir iyo qaafil qofna waa qof baraarugsan oo wuxuu abuuran yahay garanayo aragtidiisu dheerta oo ilaahay ku xidhan subxaana wa tacaala qofna waa insaan ka dhacsan oo qaafilaho wax ku foororaanoo sii jeeda kuwii aayadaha iyaga iyo aakhiraba beeniya camal uma hayabaa ilaahay wey xabidat acmaaluhum wax wanaagoonu hayaa ma jiray ay ku soo talagalin ilaahayna wuu diiday aayadihiisiina wuu diiday aakhirana wuu diiday muxuu ilaahay u hayaa waxba looma haya ka ah faramadhnaan buu taagan yihi wixii xumaan baa ku abaalmarinayaabaa ilaahay wey reer banu israa'iil nintii uu nebi muuse ka maqnaa ee duurisiina uu ku maqnaayo waxyiga u soo qaaday ayaa waxa ka dhex toosa mid munaafiqoo la yidhaha muuse saabiri kolkaasuu u sameeyey bahal dibiyoo wuxuu ihi muuse soddon cishuu idin la balaaday soomaha wuu dib dhacayo ma hayno markaa mushkilad baa jirta mushkiladaasina waxa weeye dahabkan iyo macdantan iyo waxaanaynu reer fircoon ka soo qaadanay qoladii la halaagay ayaa balaaya la socotaa iska soo ururiya halkaasuu dembigu idinka haystaa wixii buu falsafad si hab diiniya buu ugu dhigay markay soo ururiyeen intuu dhalaaliyey ayuu ka dhigay sawirka dibiga oo kale kolkaasuu noqday waa lagu ibtilaynayaa mid cina leh khuwaarku khuwaarku waa codka lo'da geelu cod gaar u leeyahay adhigu cod gaar u leeyahay wuu ciyay iyo wuu ololay iyo wuu dananay iyo wuu dinaahiyey waxaasaa la kala yidhaaha carabigana saasu bay u kala duwan yihin iminka adhiga iyo wuu ciyay baa la odhanayaa iyo lo'da iyo dibiga laakiin wuu dinaahiyey baa la yidhaha geelii waa ololay faraskii waa dananaya ama saasoo kale marka jasadan lahu khuwaar cijlan waa mafcuulkii jasadanna waa bedel lahu khuwaar qabu dhawaaqayaaba sidii wax nool oo kale waa lagu sii fitnaynayaa markaasaa wuxuu leeyahay haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi war wuu ilaaweye idinka ilaahiinnii iyo ilaahii muuseba waa dibigana ku dhega qurtubi raximahu llah siuu tafsiirkiisa ku qorayo kolkaasay dabeetana wada jaaseenay ku dul xadreeyeen halkaasaa xadradii ka bilaabantay dig iyo dem xubu kashaya yucmi wa yusim athar baa caynka ah haddaad wax jeclaato waanu ku dhagatiraa waanu ku indhatiraa saasay ku caabudeen ilaahay wuxuu markaa baraarujiyey subxaana wa tacaala dadka in ilaahii subxaana wa tacaala badbaadiyey iyaga oo og oo arkaya inaanay rumaynin oo ay ka baydheen caqli xumada ku jirta qofku markuu sanam caabudo caqli xumadiisa aayaddu tilmaanta hab istifaam iyo su-aala buu ilahay usoo dhigay miyaanay arkayn baa ilaahay wuhi inaanu la hadlayn oo aanu hanuuninaynin oonu wax horumarana u haynin waba halka halkaa fudhiya gacmaha lagu sameeyey markaasaan haddii ay la hadlaan uma jawaabayo hadday hanuun ka doonaan ma hanuunayo
إلهي سبحانه وتعالى أضامه بالله الله أو هنوني أو بدبادني أستانتي إله إني ما بملها تلوم حيك عابدين وكانوا ظالمين قالوا لهم هو ظالم كل هدو عدان إلهي قفك عابدين ظلمي أده ولقي بعد ثلاثة شيك قيبتا ضمباء وحي إلهي ولما سقط في أيديهم كل كي قعمه هذه لقره دي سقط في يدي إيا سقط في يدي وأري أتاقا مروغدا وقفك هذه يتير مركة مروغودو ربان نهاي سوح لا يرابا كبلعا أما ربان كو ساوقف صلاة أما الله بضاك عمود أيو ربان كسارا ساسو أفور صلاة مركة دركتو حلالا ورم حاكو هالي وهذه ربان نهاي سوح كبلعا إيقا عمها قفصدا مصيبة ما أنت كبلعا دي واحد ورائبات كقراني سقفك سينو مروغيسين مرر بدن بان دين نصوص هي اللغة العربية بدأت كواركيسة هي ذا كعمها نسق وشيء عضوا عليكم الأنامل مرك القرآن كتر شو بيجت الباب يا عربة فرت هي دحدة كقنينان مرك الساسو كلو يو قعمه باو قعمه هاي دبنا ذا كوقفتين بالا قد يجوا حي كذل دعيان وكله يعني هيدون وحوي وي مروج وذي مرك الساسو سركنين اللومينو إلهي بوصل نقدان وقف جوا كتبت كأننا وحيد هذا هتان وإلهي نودن بالدافوا إنه خسارة ضامع. نبي موسى وصل نقد كل خاص. تامر كنا بموسوانية وكتبت كأننا ووقت جينا بموسوانية. نبي موسى وصل نقدي. يدو إلهي نوصل شاعي. إن قلدي سيء جالوبين. ودي بأي عابدين والله صار شاعي سدا. سورة الضحى القرآن كم لك لك وعدي. وحسى صار نقض إسقى غضبان أسفا عريسا أو مرجئي عريس وجرت يعني ماكو كسر طبعا إلا سود ذلك هذا وكسر بدبادي وما أنت مهدق ما أنت إلهي وما هدنا قيين تاجا وما هدنا قلهاين أي هلك مريان وقفت كسر تعبتا وتعب كينا وكم وقني marka isagoo murugaha halka marayaa dabeedna uu canaantay waxa uu waxa ay khaliifiga gan noqoteen iyo kusimayaal aad buu xun yahay madibi baa caabudeen ma waxa aasan ilaahay amarkiisa waxyigiisa baa ka degdegteen waxaan buu shawga tuuray aajiltum amra rabbikum ilaahay amarkiisa uu xaa ku sugeen ilaahay amarkiisa uu xaa ha ku dhaqbeen diinto ha raaceen ha ma hadaqeen wixii oo dhan way weydaagteen looxantina wuu tuuray نسكو ما عدين إنه تشبين إنه فيويه لكن إن على ذي سؤال ذو بضان تهيون بيكتر شو ما يسمرها دو روحي توري وحو قبص ذي نبي هارون أيو كل دقي مدح قرآن تسيدو ميالك لك حسي قرك نواقبت قرك إيا مدح الله بذبك كل دقي يعني هذا ذاك نواها موسى عليه السلام بركا وحو الله يهي محاد عين كان وياش محاد دور كاقي وقادم ويدي صوتان دردارن كخاغه تغي ددكي مخاسدان او غلاي انتو ماركي اور رهر بنو اسرائيل لهادليبو سيغارا اوو جهايستي نبي هارون عليه السلام نبي هارون نو waxa uu leeyay walaal walaashiibu si kale u yiriyo ina hooyo ugu ananiki hooyana wada dhashay xaga hooyadu ka maray war meesha waa layga xoog batay dil baaban ku sigtay waxba anagu lamaan harin إما كان عذو قيوم نجو فرح فلا تشمت بيا الأعداء عذو بدن باشروا كونا ينأكشون أيكوا كفق بلاه يا الله نجو فرح ولا تجعلني مع القوم الظالمين ده هيقدر إن أنا وكم شروا كون دول مجسمي مركي نديب قلنا قلنا آيات كسا أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض هناك أسباب للصرف دين تيله هنا تسكت أسباب بالله ده سببه قفقة وحيابة سبب سبب يقول نقان كره إنه الدين الآن كله تانا وحكاو كأدورة شديس وقفك مركو إفكان إلى هاي كأنه حماني السماء بو كلا شاعر مرك هاتو حمان تدورته حماني بحمان بودي بس تكلنا كتكلا ودي بس إلى وين دبلو دقبلو الله وحده فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم مرك إياه ولا أحد أنا حمانت الدورتين النواسي فوقي مركز أفر الرماد بأقوى عن إن آيات كإلهي فهم وآيات والراعي وآيات دين تبى لقوشة ويتكبرون في الأرض
لا يؤمنون بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وحاصر لهم أسباب دين لأنت. إذا مركها يريسن إن شيء الله لا معصية دي دمبيها مدبا مدبكو دي بيها وضادا دي ريسن إيسا توين بيكو قد ريسا وحال بعض إنه كفا إذا سنة إن عملك أقبل كيس شروط الله عملك وحال لقا أقبل قف إيمان له أو إخلاص له أو اتباع له قف إيمان له قفك هدانو إيمان له عملك لقا ما أقبل أيه هدانو داعادهين عملك لقا ما أقبل أيه هدانو دين توافق لقا ما أقبل أيه والذين كذبوا بآياتنا واللقاء الآخرة حبطت أعمالهم عمل بريبا إلها وشغل أقبلين وحويان وإن الآن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار وحن الله إلى هذا شيء قال الله إلى هذا تعاونك تقليل بوكو سمي اسكاش هذا يدادكو اسكاشدان مسلحين تاي فسادكو يرانيا مركا هذه اتشار دادكو اسكاشيقودو يرادا اما اي كالتاقانا مفسدين تيا دادكا نولبيسكي كربا يوكعيا ابي موسى عليه السلام انتو ولالكي هارون لبدا دبا عليهم السلام انتو اي ودادشوغين وحاني ما ايمان انتو كم مغنابا لغا فايديست اذا مركا حلوة باهي دادكا وناقا وضعين ارورا اسكاشيقودي اوودو ودنبضي سيدتك كلا أنا فرصتي جاني سهلين هدي لكن دتك أي كلام قينا ما يجو أنا إسكاش الهين ستة سبوا إبليس كوروريا أهل كيس أود ده صباح لمركا مركا أود ده إصلاحه وحاجاتين وأنا أورورتها سكوة وحفسادين يا خريبة يا لا واجهه كرا وها إنه كارك إن آياتك وح الله يدعو مع الصيادو أما الدنبي مروقون باك الدنبيس ضاع هذا إلهي سبحانه وتعالى فرحت باك الدنبيس ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وين مروقوا ذلك ولما سقط في أيديهم وحين من الوحي وإرهيقوا تاقين يه مروقوا تاقين يه مركا قفكوا كل كورا مع السيادة الشيطان كأوحي يسيئو دنبيك الشيطان كأوحي يسيئو وقرحين يو نلالين يه marka uu dhameeyana markaasuu qofku inta uu sii nool yahay waliba weey marka kala waabo ku faanaayo qalbigiisu dhintee kol adii midalo sinatahay kolka hore wuxii seenaya haday diltay wuxii seenaya haday dhactahay wuxii seenaya marka uu gacanta ka qaadana muruga bilaabmays laakiin daacada waxay leedahay macaan macaan dambay leedahay iyo farxad iyo xil uu gutay waxa rasuulku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam qofka soomaali inuu farxad leeyahay marka uu soomki afuro adduunyada afuro aakhirana afuro ee aakhirana u tago labada jeerba waa farxaya marka macsiyada iyo murugadeeda inaynu ka fogaanaaba waajib ah walamma rajaa muusa ila qawmihi ghadbana asifa waxay noo tilmaamaysa laabuda min alghayrati lid-din waa lagama maarmaan inaynu u caroono inuu u hinaasno وأن أكلولان إلهي دين تيس تاسينا وحي شاكيس إيمان حوغن أدو قفكم ميالك دعا الدين تآد وقحوما عظم مركا دين تمالك دعا إلهي رسولك آياتك أو حماسة أو هيسا إيو دمقش وحي شاكيس إنو إيمان كيسو قوية هدو لكنو حناق إيو حوله إيسا إيو نفتي إيسا إيو ريركو إيو حسبي إيسا إيو حالك كلولان إيو مركا أنا وحي شاكيس وحي إنو رميسي كل باو حولك كلولان ayaa ka dhaadhacsan oo rumaysan sida daraadeed ba rasuulku sallallahu alayhi wa sallam marka diinta ilaahay meel laga dhaco aad buu xalaaq jiray diin beesh nafti samee laga dhaco dhib badan kuma ahayn ee uu iska dul qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wa sallam sida inuu nahay cagsigeed ayaa la doonayaa waxaan arkaynaa sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo aayadka halkan inoogu sheegay nabi muuse وكل الدوين هاي مركي هراء إلهي وقصوا ورمي قولا دي سيني قالوا دي ديبقى عابدين إلهي وينابا ورمي ورسو قنبو هيا لكن مركو أركي ماشو حالة دو صور كي لاذا موقال كي أركي وكدر
كل كي هو غضبان أسيفا بهد مركا دمنا ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه مركا هلكا وحلا فهم يا شيخ الله يدا هذا مقال وكسامين بدني هاي مقالك أما مقالك مقال باي كل كي هو رك واحد عد وحلا مقال إلهي بأوي إلهي وركي سيبها يا كموشك السنين لكن أرقي مركو أرقي نمن كي إلهي عابد يا ديب الدول يورو هلكا كسو حسن مركا سمرا رد الله عاي لو حانتينا توري نكنا كل دقي بركا هذه جير قرانك أما وحي قوح ينصبا لغا شيء لا إله هذا أمثالية صاليال وتلك الأمثال نضربها للناس سيأي وقرد اكتوحي لمقل يمقال وكلا الدوية دانا وإننا نرى كينا بريقه هرا مقل باوح لغو ذا إينا ذا عدل لغي سي لكن سي تأثير كيا سامين تياو بلط مقال باوح لغي بني آدم كنا مقال كا مسكح ديس سامين وين كلا أثرنا وحابوها علماء قاركو التحسينية ليس المخبر كالمعاين قفك الله ورمي لم يدمها كي وحرك إكا وحركي با سامين تيسو أي بضان تاي وحين هالكن كاركينا إنو كفا إذا استنى آياتك أمدو هديد ديقة في ويمادين لغلا حسابتا ما يددك هقامين تودا وآي قفك هقام كاهي حلوين با سارا أو أمدو كلاك سارا نبي موسى عليه السلام رير بنو إسرائيل والله الله مركي ربي سما خلفتموني من بعدي يجب الله الله سجارة لكن هذا نو وحسي توسا وجوتش هايستي ولا الكي هارون أي وجوتش هايستي تاسنا وحي الشيء جيسا مرك الضدكا وحوها قاقان انتو هذا بضن دي قفكي عدي قيادة دي هو قامين تهيد أي أجرقية أمانتي يالانايا مرك يوحكا حمادانا أيد بكو يالانايا وانا استببتو النبي موسى ولا الكي هارون وقود لقيو قبصنا يوا حسابتا marka waa inuu ogaadaa qofka mas'uuliyadda isu taagaya dadka wixii ka xumaada xisaabtu inay isaga ku soo horeynayso yabna ummi baahay marka yaadiina waa la gooyay ummi diina yaadi baa laga gooyay waxyaaba soo dhan waa balaaqada quraanka oo wixii la iska fahmayo quraanku hadiya jeer waa jara tan oo kalena waxay macnaheedu u taagan istictaaf waan xaris galin oo xagga hooyada hadiyad jeer naxariistu ku badan tahay dadka xagga hooyada ka walaalaa naxariis badan bay soo hayaa sida qaalibka ah aan lidarik baabul hadana marka caruurta la xanaaneynayo waxa la horeysiyaa dadka xagga hooyo ayaa hadiyad jeer la horeysiyaa ayayada hooyada ayayada aba iyo habaryarta iyo edada iyo kuwa xagga hooyada soo horeynaya naxariistii xagga uu badan oo isla marka istictaafkaasu إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني وحين أركينا بعض القيادات أقوى من بعض ذاتك هو قامين توي كالأود بدين ولا بشخصي لبضبوا ولا رو لبضبوا لبن نبي الرسول الله حدنا مدن مركي أوچوغو أرمها الله سمين مايو مدن مركي أوچوغي سيغل لفتي سينا ويسيغين إله كلنا ويسمايستين ملكو حدنا كيسا أمضو حقا هو قامين توي كالأود بدين سيد رادد برسول صلى الله عليه وسلم أصحابي أبي ذر مركو لها اللي يوحو لها إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تلين ما لا يتين أبي ذر وعنكو أركائنا ضعيف طعي مارت حقه قامين تكو إتال دران طعي مركا لبقف عدك لا إسكدا لبقف ما دحاو نقن عدك بدن إسكدا دالا حولها أغان ترى هيسكو تاتابن marka macnaheedu waxa weeye abi dar sida kale iimaankiisa iyo cibaadadiisa iyo qawi buu ahaa xagga hoggaaminta lagaaga fiican weeyey marka labada nabiba waxba wada hoggaaminaya oo wada wanaagsan yihiin laakiin haddana waxa arkaysa nabi muuse waa adag yahay quwadiisi iyo isagoo xaggan uga awood badan walaalkii haaruun daraadeed ayay uga baqayeen reer banu israayil fala tushmit marka waxaynu leenahay waa in dadka loo xulaa oo takhasusaad baa jiro qofku waa inuu qawi yahay marna dabacsan yahay marka qiyaadadii aqoon kaliya kuma xidhna laakiin quwad shakhsiyana way u baahantay oo qofka marka la xulayo waxyaabaha loo eegayay ka mid tahay awooddiisa shakhsiyey ilaahay uu ku abuuray subxaana wa tacaala wazaadahu basnatan fi alcilmi waaljism oo awooddii maskaxda tii hogaaminta tii go-aanka tii jirka midba meesheedaa la eegaya فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين
waxaynu arkaynaa mar kasta oo muslimku isqabsado cidda ku faraxda waa cadow leh. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. حيابه النبي وإلهي كم جنجل أبي كم إذا هين عادوا كفرحوا. قال يا تير مسلم كإسخلافة أما قبائل كذا أما شخصيات كذا أما الدولة هذا. قال كيا شيطان كل روش عسيك قصليه هي منافقة. طب كنوا على سير شذية. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طب كودي بشذية. inaguna waxaynu islaanahay dee way ku soo gurmanayaano midiba ka kala istusaya midiba shishay istusaya walaalkiina uu dilaya idan wadaadiyo waralaba dadka muslimiinta waxa la gudban uun inay midnimo iyo walaaltinimo iyo saamaxad iyo isdulqaad muujiyaan si aan loogu farxin wala tajcalni ma'a alqawmi adh-dhalimin allah subhanahu wa ta'ala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان